السلام عليكم ومرحبا بكم في تصحيح امتحان جريبي لاستدراكية 2018 في مادة الرياضيات شعبة العلوم التجريبية بمسالكها. أعود أذكر بأن الامتحان الجريبي موجود في الوصف أسفل الفيديو. والآن مع التمرين الثالث فيما يخص الاحتمالات، حساب الاحتمالات. كما تشاهدون الآن في المعطيات، الصندوق يحتوي على خمس كرات، عفوا الكيس يحتوي على خمس بيدقات سوداء وبيدقتين حمراوين، نقول بيدقات أو نقول أيضا كرات، لا يهم هنا التسميات. بالنسبة للسحب، سنسحب عشوائيا من الكيس ثلاث بيدقات بالتتابع وبدون إحلال، وبدون إحلال، بالتتابع وبدون إحلال. يعني هنا سنستعمل الرمز A، الرمز A الترتيب، والترتيب مهم. إذا كان السحب بالتتابع دائما الترتيب مهم. إذا الحدث A، البيدقات الثلاث المسحوبة لها نفس اللون، يعني ما هو احتمال، سنحسب احتمال الحصول على ثلاث بيدقات من نفس اللون. حدث B، الحصول على بيدقة واحدة حمراء فقط. إن السؤال الأول نبين أن P لـ A تساوي 2/7. على بركة الله. قبل ذلك يجب أن نحدد كاردينال أوميجا. ونلاحظ بأن في المعطيات، لاحظوا معي هنا مكتوب لا يمكن التمييز بينها باللمس، أي هنا لدينا فرضية تساوي احتمالات، فرضية تساوي الاحتمالات. إذن هنا في لي إذن هنا لحساب أي احتمال نقوم بتطبيق القاعدة التالية: في لي A يساوي عدد عناصر A كاردينال A على كاردينال أوميجا. إذن هنا سنبدأ بحساب كاردينال أوميجا. قلنا بما أن السحب بالتتابع وبدون إحلال، إذن سنستعمل A، وسنسحب كم؟ ثلاث كرات. من بين كم من كرة في الصندوق؟ 1 2 3 4 5 6 7 كرات، إن تساوي 7 × 6 × 5. بعملية حسابية بسيطة نجد بأن هذه القيمة تساوي 210. ولدينا الآن سنحسب كاردينال A، يعني عدد الإمكانيات الممكنة للحصول على ثلاث كرات من نفس اللون. هل يمكن الحصول على ثلاث كرات حمراء؟ لا يمكن، لأننا سنسحب ثلاث كرات بالتتابع وبدون إحلال، بمعنى بدون إرجاع الكرة إلى الصندوق. نسحب الكرة الأولى نضعها جانبا، ثم نسحب الكرة الثانية نضعها جانبا، ثم نسحب الكرة الثالثة ونضعها جانبا، إذن بدون إرجاع الكرة إلى الصندوق. إن قمنا بسحب الكرة الحمراء لن نرجع إلى الصندوق. يمكن أن نسحب الكرة الحمراء في السحبة الثانية ولا نرجع إلى الصندوق، وفي السحبة الثالثة لا يمكن أن نسحب الكرة الحمراء لأنه لا توجد، لن تبقى لنا أي كرة في الصندوق. إذن الحالة الوحيدة الممكنة هي الحصول على ثلاث كرات سوداء. لدينا الحصول على ثلاث كرات من نفس اللون، يعني الحصول على ثلاث كرات سوداء، لا يمكن الحصول على ثلاث كرات حمراء. ومنهم كاردينال A يساوي، إن سنحسب هنا سنسحب ثلاث كرات سوداء من بين خمس كرات سوداء، A ثلاثة من بين خمسة، نرتب ثلاثة من بين خمسة، تساوي 5 × 4 × 3 تساوي 60. ومنه بلي A يساوي، قلنا كاردينال A على كاردينال أوميجا، كاردينال A هو 60 على كاردينال أوميجا 210، نختزل بالصفر نحصل على 6 على 21. بعملية بسيطة باستعمال الاختزال نحصل على هنا 3 × 2 × 3، وهنا 7 × 3 نحصل على 2 على 7. بالنسبة في نفس السؤال نبين أن بيلي بي، لاحظوا معي هنا، نبين أن بيلي بي تساوي 4/7. وبالنسبة للحدث بي، الحصول على بيدقة واحدة حمراء فقط، بيدقة واحدة حمراء فقط. لدينا إذا قمنا بترتيب الكرات المسحوبة وأردنا الحصول على كرة حمراء واحدة فقط، إذن الكرتين المتبقيتين سوداء. كرة واحدة حمراء، كرة واحدة حمراء
وأو لا أو نقول بيدقتين، عفوا لا يهم هنا التسميات، قلنا كرة أو بيدقة. بيدقة واحدة حمراء وبيدقتين سوداوين، سوداوين. الآن سنقوم بحساب الكاردينال بي. لسحب الكرة الحمراء يجب أن نسحب الكرة الحمراء من بين كرتين عفوا البيدقتين الحمراوين، يعني سنسحب بيدقة واحدة، نرتب بيدقة واحدة من بين البيدقتين الموجودتين في الصندوق مضروب فيه. ولسحب بيدقتين سوداوين سنرتب بيدقتين سوداوين من بين 5 بيدقات سوداء في الصندوق. والترتيب مهم هنا، يعني سنضيف الترتيب لأننا لا نعرف، لم يطلب منا في التمرين مكان البيدقة الحمراء. هنا مطلوب لدينا في المطلوب منا هو الحصول على بيدقة واحدة حمراء فقط. إن لا لم يرد هنا ترتيب الكرة البيدقة عفوا إن لم إذا لم يرد هنا ترتيب البيدقة الحمراء. إن هنا سنضيف سنرتب هذه البيدقة من بين 3 المسحوبة، إن A واحد من 3 أو نكتب في 3، إن تساوي 2 × 5 × 4 × 3 تساوي 120، ومنه بيلي بي تساوي 120 × 210 تساوي 12 × 21 تساوي هنا إذا قمنا بالاختزال سنحصل على 4 × 7 لأن 12 تساوي 3 × 4 و21 تساوي 3 × 7. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. ليكن إكس المتغير العشوائي الذي يساوي عدد البيدقات الحمراء المسحوبة. ألف بين أن القيم التي أخذها المتغير العشوائي إكس هي 0 1 2. إن سأكتب هنا ثانيا ألف إكس يساوي عدد البيدقات الحمراء المسحوبة. إذن إما عدم الحصول على أي بيدقة حمراء، يمكن أن لا نحصل على أي بيدقة حمراء، أي الحصول على بيدقة 3 بيدقات سوداء، أو ما هي الحالات الممكنة، أو الحصول على بيدقة واحدة فقط حمراء، إما الحصول على بيدقة واحدة حمراء، أو الحصول على بيدقتين حمراوين. هذه هي الحالات الممكنة بالنسبة لإكس. الإكس يساوي عدد البيدقات الحمراء المسحوبة، إما عدم الحصول على أي بيدقة حمراء، أو الحصول على بيدقة واحدة فقط حمراء، أو عدم الحصول أو عفوا الحصول على بيدقتين حمراوين. ومنه القيم التي يأخذها إكس هي إما 0، يعني عدم الحصول على أي بيدقة حمراء، أو 1، الحصول على بيدقة حمراء واحدة فقط، أو 2، الحصول على بيدقتين حمراوين. ننتقل الآن إلى السؤال ب. نبين أن احتمال الحدث إكس يساوي 2 يساوي 1/7. إكس يساوي 2 ما معناها إذا قمنا بترجمتها؟ الحصول ماذا على بيدقتين حمراوين، هكذا الحصول على بيدقتين حمراوين، يعني الحصول على بيدقتين حمراوين وبيدقة واحدة سوداء. هنا ما هو عدد إمكانية الحصول على بيدقتين حمراوين؟ يعني سنرتب 2 من بين 2 لأن هنا لدينا الترتيب بالتتابع، ثم ترتيب كرة واحدة من بين كم من كرة موجودة في الصندوق؟ لدينا 5 كرات موجودة في الصندوق، إن سنرتب واحدة من بين 5 مضروبة. هنا أيضا لا ننسى الترتيب، عندما يطلب منا في التمرين السحب بتتابع دائما نستعمل الترتيب. إن سنرتب هذه الكرة السوداء من بين 3 كرات المسحوبات، إن سنرتب واحد من بين 3، هذا العدد يخص الترتيب، أي أن كاردينال إكس يساوي 2 يساوي هنا 2 هنا 5 × 3 إذن تساوي 30. ومنه بيلي إكس
يساوي 2 تساوي 30 مقسومة على 210 كاردينال أوميغا تساوي 3 على 21 تساوي اختزال ب 3 فنحصل على 1 على 7 هكذا بي دي إكس يساوي 2 يساوي 1 على 7. الآن قانون احتمال المتغير العشوائي إكس. إن يجب حساب بي دي إكس يساوي 0 هنا سأكتبها في الصفحة الأخرى P لx يساوي 0 ثم P لx يساوي 1 ثم P لx يساوي 2. بالنسبة لP لx يساوي 2 قمنا بحسابها هي 1 على 7. بالنسبة لP لx يساوي 1 يعني الحصول على قلنا الحصول على ما معنى x يساوي 1 الحصول على بيدقة حمراء واحدة فقط. ونلاحظ في الحدث ب الحصول على بيدقة واحدة حمراء فقط. إذن الحدث x يساوي 1 هو نفسه الحدث ب. سنكتب هنا ب لي ب وقمنا بحسابها في السؤال السابق 7 على 4 على 7. ثم x يساوي 0 يعني عدم الحصول على أي بيدقة حمراء يعني الحصول على 3 بيدقات سوداء وهو الحدث نفسه أ بيدقة الثلاث المسحوبة لها نفس اللون يعني سوداء. إن هنا سأكتب ب لي أ تساوي 2 على 7. إذن قانون الاحتمال هو هذا الذي يلخص قانون الاحتمال. هنا سأكتب 0 1 2 P لx يساوي A وأكتب هنا A P ل 0 x يساوي 0 2 على 7 1 4 على 7 ثم 2 1 على 7. لو قمنا بجمع هذه الاحتمال سنجد أنها تساوي 1 1 زائد 4 5 5 زائد 2 تساوي 7 7 مقسوم على المقام الموحد الذي هو 7 فتعطينا 1. نمر الآن إلى السؤال جيم الأمل الرياضي لX الذي هو EX. هنا سأكتب XE أحسن لكي أطبق القاعدة. إذن بالنسبة للأمل الرياضي قاعدته هي هذه E تساوي 0 إلى N XE مضروب في P لE. إن سأقوم بهذه العملية إن سأقوم بضرب 0 في 2 على 7 زائد ثم 1 مضروب في 4 على 7 زائد 2 مضروب في 1 على 7 هذا هو هذه قاعدة الأمر الرياضي 0 ثم 4 على 7 زائد 2 على 7 تساوي كم؟ تساوي 6 على 7. إذن الأمر الرياضي يساوي 6 على 7. ونكون قد أنهينا التمرين الثالث وشكرا على حسن متابعتكم ونلتقي في الجزء الآخر ومع دراسة الدال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.